والآن إلى شباك الفنون، حيث نناقش قضية ثقافية هامة ترتبط بصورة مباشرة بالانسحاب الإسرائيلي من اليونسكو. قضيتنا عن قرية لفتة، والتي تعتبر واحدة ضمن أكثر 25 موقع تعرضا للخطر في العالم بحسب اليونسكو، وهي حاليا خالية من السكان، حيث أن انسحاب إسرائيل من اليونسكو يهدد بتنفيذ خطط إسرائيلية لإنشاء مشاريع في هذه المنطقة. نتابع. عند قمم ومنحدرات تلال القدس الغربية، ليست الأبراج والجسور الإسرائيلية التي نصبت بالقوة حديثا ما يلفت الانتباه، وإنما البيوت الفلسطينية القديمة المرتبطة بتاريخ هذه الأرض لدرجة أنها تبدو كما ولو نبتت من جوفها. إنها منازل قرية لفتة. الحاج محمد أبو الليل، والذي تطرق سنين عمره أبواب العقد الثامن، تبعثرت ذكرياته كما تبعثرت منازل قريته وتشتت أهلها، لكن صدى الدبكة الشعبية وعادات أفراح وأتراح قريته ما تزال تدوي في ذهنه إلى اليوم. هذا البيت لجدي اسمه محمد موسى أبو الليل. كنا نيجي البلد في حالة الأفراح، في حالة المناسبات، حتى بتصور كانوا يجيبوا دبيكة من يافا ومش عارف إيه، وكانت كل البلد تجتمع، وكانت العروس تركب على الحصان أو الفرس ويركب الثاني للزوج، كلها فيها مؤاخاة وفيها ترفق في بعض ومرحمة بين بعض. حتى كانوا يقولوا سيدي لما تمرض أو يصيبها الكوليرا بغيرها يعمل لبنها الرايب وكل دار ويوصلها مطربانها. تصل المساحة الكلية لأراضي لفتة إلى عشرات آلاف الدونمات، تحتل هذه البيوت الكنعانية جزءا صغيرا منها. 3000 فلسطيني عاشوا فيها قبل أن يتغير كل شيء. عام 48 لم تستمر الحياة في لفتة كما تصورها الحاج محمد، إذ هاجمت عصابات الهاجناء القرية قبل تدميرها وتشتيت أهلها. ومنذ ذلك اليوم توقفت معاصر الزيتون هنا عن العمل، ولم تعد تفوح رائحة أشجار اللوزيات والحمضيات التي اشتهرت بها القرية. نصف منازل القرية أزيلت عن بكرة أبيها، فيما يسعى الاحتلال إلى تدمير النصف المتبقي عبر مشاريع تهويدية مختلفة، مثل بناء فلل استيطانية أو ترميم المنازل لأغراض تخدم الرواية الإسرائيلية، مشاريع يتصدى لها أبناء القرية بما أتيحت لهم من وسائل. حاولت إسرائيل بال 2011 تسوق المشروع هذا تبعهم، دائرة أراضي إسرائيل، طرحت عطاء لتسويق الأراضي وبناء الشقق، وكان في عنا تردد كثير، لكن بالنهاية قررنا نتوجه للمحكمة الإسرائيلية. توجهنا للمحكمة الإسرائيلية ضد العطاء، وتوجهنا بعدة أسباب. رحنا لجمعية رواق، لمؤسسة رواق، مؤسسة فلسطينية في رام الله، تعنا بالتراث المعماري، عملنا مسح كمان لكل البيوت الموجودة هون، عملنا مسح للتراث، توجهنا لمؤسسات عالمية، توجهنا لليونسكو، توجهنا لكثير مؤسسات اللي نحاول نجند الوضع. توجت جهود أبناء القرية بإدراج لفتة ضمن قائمة المناطق التراثية المهددة في العالم لدى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتراث، قرار يخشى كثيرون أن يتجاهله الاحتلال ويمضي قدما في مخططاته، لسيما وأنه انسحب مؤخرا من اليونسكو. من قرية لفتة غربية القدس، بشار صغير، التلفزيون العربي.